رئيس الوزراء يؤكد تقديم الحوافز لتشجيع الصناعة الوطنية في مصر ويكشف عن إدخال قدرات إضافية لشبكة الكهرباء بحلول العام المقبل. مع تكثيف العدوان على غزة، نزوح قرابة 100,000 فلسطيني من دير البلح وخروج أكثر من 20 مركزاً للإيواء من الخدمة جراء أوامر الإخلاءات الأخيرة. عقب عدوان استمر 15 ساعة بمخيم تل كرم، استشهاد 3 فلسطينيين في قصف لمنزل بالضفة الغربية، والمخيم يشهد دماراً واسعاً في البنية التحتية والممتلكات. 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلاً بكم. صرح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن توجيهات الرئيس السيسي أكدت ضرورة سرعة إنهاء التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، ومنها الحبس الاحتياطي بالتنسيق مع مجلس أمناء الحوار الوطني. وخلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، شدد مدبولي على أن تلك التعديلات سيتم الانتهاء منها وإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها والبت فيها، مضيفا أن قانون الإجراءات الجنائية كان على رأس القوانين التي تمت مناقشتها في الاجتماع لتحقيق وعد الرئيس السيسي بشأن تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان. توجيه سيادة الرئيس بأن احنا كل التوصيات اللي وردت من مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن موضوع الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة، الحقيقة يعني النهاردة ناقشنا هذا الموضوع وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحيث يبقى جاهز فورا بالتنسيق مع التوصيات اللي تمت من خلال مجلس أمناء الحوار الوطني إن إحنا يتم إعداد التعديلات اللازمة في تحقيق هذا الهدف المهم جدا، وسرعة إرسالها إن شاء الله لمجلس النواب بحيث تكون من أوائل الموضوعات اللي يتم إن شاء الله مناقشتها داخل مجلس النواب فور بدء الفصل التشريعي. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الساحل الشمالي هذا العام صار مقصدا لأكثر من 100 جنسية مختلفة، مما يأتي ضمن مخطط الدولة لتنويع المقاصد السياحية المصرية. أضاف مدبولي أن هدف الدولة كان تحويل مدينة العالمين السياحية ومدينة رأس الحكمة من مجرد مدينة مصيفية موسمية إلى مقصد سياحي تنموي على مدار العام. الساحل الشمالي هذا العام في أكتر من 100 جنسية زارت ساحل الشمالي، وده النهاردة ضمن خطة الدولة لما قلنا إن احنا عايزين نزود المقاصد السياحية في مصر وإن احنا نستهدف عدد كبير من السائحين. النهاردة الحمد لله الساحل الشمالي بقى النهاردة مقصد رئيسي، زي ما كان دايما بنتكلم على شرم الشيخ والغردقة ومدينة القاهرة، لأن النهاردة بقى الساحل الشمالي أيضا مقصد مهم وهدف مدينة العالمين والمدن الأخرى زي رأس الحكمة وكل المشروعات، إن ما يبقاش الساحل الشمالي هو منطقة موسمية يدوبك 3 شهور، ولكن يبقى بجد على مدار العام هو مقصد سواء للسياحة أو حتى لعملية التنمية العمرانية. وعشان كده هدف تواجدنا في المدينة كل سنة إن احنا نشجع هذه الأفكار وإن احنا نشجع المستثمرين والقطاع الخاص سواء من مصر أو خارج مصر على الاستثمار في منطقة الساحل الشمالي، ونسلط الضوء ونروج زي ما بنقدر نقول لمنطقة الساحل الشمالي في مصر عشان تكون مقصد للسياحة العالمية. أكد مدبولي أن الدولة في احتياج هام جدا للسيارات بحكم حجم وعدد السكان، وبالتالي فإن هدف الحكومة يتمثل في تشجيع الصناعة الوطنية وإعطاء حوافز للصناعة الوطنية، منوها بأن الدولة تقوم بإدخال كل مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعة وهو من ضمن أولوياتها. وقال إن الحكومة تحاول إيجاد رؤية متكاملة مع مصنعي السيارات لتشجيع الصناعة الوطنية لزيادة عدد السيارات التي يتم إنتاجها داخل مصر. الرالي ده وعدد السيارات اللي شفناها كلها سيارات كهرباء ومن اختراع وإنتاج الشباب المصري شيء يفرح ويعطي الأمل
لينا ان هناك اجيال كبيره جدا، لان مصر الحقيقه اذا كانت بتتميز بشيء هي الثروه البشريه، وان يعني طول ما بنشوف ان الثروه البشريه دي بيتم تدريبها وتعليمها وتاهيلها بيبقى انتاجها كبير جدا، وبالتالي احنا كدوله حريصين كل الحرص على دعم وتبني كل المبادرات اللي من شأنها انها تدي لهؤلاء الشباب المساحه لان هم يخترعوا ويزيدوا من انتاجاتهم ومساهمتهم في زياده الناتج المحلي الاجمالي ودعم الاقتصاد المصري. ولفت مدبولي إلى أن هذا الأسبوع شهد حدثين مهمين في قطاع الطاقة، أولهما هو إطلاق أول سوق طوعية للكربون من خلال هيئة الرقابة المالية لتحفيز الطاقة الخضراء، وتم الإعلان بصورة رسمية عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون. كما ذكر أن مجلس الوزراء اعتمد اليوم مشروعين كبيرين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لمستثمرين أجانب باستثمار أجنبي مباشر، لافتا إلى أن الدولة تستهدف بحلول العام المقبل دخول أكثر من 4 جيجا من الكهرباء للشبكة المصرية من الطاقات الجديدة والمتجددة، فضلا عن دخول 28 جيجا على مدار 5 إلى 7 سنوات قادمة لحل جزء كبير من مشكلة الطاقة الموجودة. إطلاق أول سوق طوعي للكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وده شيء مهم جدا في تحفيز الطاقة الخضراء. وأعلننا بصورة رسمية عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون أيضا، ووضعت بصورة رسمية والدولة أطلقتها، ودول إحنا متحركين بصورة كبيرة جدا في هذا المجال. النهاردة كنا يعني مجلس الوزراء اعتمد مشروعين كبار جدا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لمستثمرين أجانب باستثمار أجنبي مباشر من الخارج، عشان نستهدف الدولة المصرية إن السنة الجاية زي ما قلت لحضراتكم أكثر من 4 جيجا إن شاء الله هيكونوا دخلوا للشبكة المصرية من الطاقات الجديدة والمتجددة، ولكن بنتكلم على 28 جيجا على مدار 5 إلى 7 سنوات القادمين هيدخلوا، علشان نحل بيهم جزء كبير جدا من مشكلة الطاقة اللي موجودة، لأن رؤيتنا عندنا مستهدفات واضحة 2030 يبقى هناك نسبة ليست بالقليلة لموضوع الطاقة الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة. We'll be right back.
وللمزيد حول تصريحات رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من مقر مجلس الوزراء بالعالمين الجديدة. تابعنا اجتماع الخاص بمجلس الوزراء والمؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي تحدث عن أهم النقاط التي تمت مناقشتها بالفعل داخل هذا الاجتماع اليوم. وربما الملف الأبرز والأهم هو قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالحبس الاحتياطي، خاصة بعد أن خرج الحوار الوطني بتوصيات عامة وصلت إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق هذه التوصيات في أسرع وقت ممكن. وهذا هو الملف الأول والأبرز الذي تحدثت عنه الحكومة في هذا الاجتماع، هو الإجراءات السريعة للتعامل وتعديل قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالحبس الاحتياطي. ولكن هذا لن يكون القانون الوحيد أو مشروع القانون الوحيد الذي سيقدم إلى مجلس النواب لأخذ الرأي عليه، ولكن سيكون أيضا هناك قانون خاص بقانون الأحوال الشخصية أيضا، وبعض القوانين الأخرى أو مشاريع القوانين الأخرى التي سيتم تقديمها بالفعل إلى مجلس النواب. بالإضافة لذلك أيضا تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن ملف الكهرباء وأين وصلنا فيما يتعلق بالحفاظ على استمرارية الكهرباء بشكل عام وضخ الكهرباء بشكل عام لمختلف الأماكن والمناطق، ومن أهم بالطبع الملفات وهي الخاصة بتوفير 4 جيجا وات خلال الفترة القادمة والوصول ل 20 جيجا وات بشكل عام خلال 7 سنوات القادمة، وهي ما تعمل عليه مصر بالفعل أو بدأت بالفعل العمل عليه للعمل على يعني تخفيض قطع الكهرباء وأيضا الحفاظ على استمرارية الكهرباء بشكل عام للأماكن المتنوعة. النقطة الأخرى أيضا كنا تحدثنا مع الدكتور مصطفى مدبولي حول ملف هام وملف السيارات وأيضا ملف ما يطلق عليه بزيادة أسعار والأوفر برايس الخاص بالسيارات، وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن أن الدولة تعمل بشكل عام فيما يتعلق بغلاء أسعار السيارات بالتأكيد على توطين صناعة السيارات، وهو ما يعزز الصناعة الوطنية بشكل عام فيما يتعلق بالسيارات. وأما سيارات ذوي الهمم التي يعني ربما كانت حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم أو جاري بالفعل تشكيل لجنة خاصة لرصد كل السيارات التي دخلت خاصة ذوي الهمم خلال الفترة السابقة ليتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لم تكن بحوزة من يستحق هذه السيارة. أيضا بالإضافة لذلك كان هناك حديث هام جدا عن فيما يتعلق بتوفير المواد الأساسية بشكل عام للمواطن المصري، وأن الدولة تعمل خلال الفترة الماضية وما زالت تعمل على يعني استمرار توفير المستلزمات الأساسية والرئيسية للمواطن المصري بشكل عام. هذه هي الصورة من مجلس الوزراء بالعالمين الجديدة، والآن أعود إليكم مرة أخرى. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي العمل على استكمال إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة الذي تم عرضه على البرلمان، والتي تتضمن توقيتات زمنية محددة لكل مستهدفة. أشار مدبولي خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي إلى أن عددا كبيرا من الوزارات انتهت من إرسال البرامج لمجلس الوزراء، مطالبا باقي الوزارات بسرعة تقديم برامجها تفصيليا. الاجتماع استعرض اعتزام وزارة البترول تطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي فضلا عن تكرير المنتجات البترولية، وذلك بالتوازي مع العمل على الترويج لفرص استثمارية جديدة بقطع البترول والغاز والتنقيب عن المعادن النادرة، مستعرضا خريطة هذه الفرص الاستثمارية. خلال الاجتماع اطلع مدبولي على تقرير بشأن الحالة الوبائية لفيروس جدري القردة، حيث أكد التقرير عدم رصد أي حالات مصابة بالفيروس في مصر حتى الآن. كما اطلع رئيس الوزراء على الخطة الاستراتيجية للتعامل مع نوبات تلوث الهواء، كما اطلع أيضا على نتائج استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي. استمرارا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع لجنة تجنيدية إلى جامعة عين شمس لتقديم كافة التيسيرات للطلبة من ذوي الهمم وإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان في أماكن تواجدهم.
استمرارا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم، تماشيا مع منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها الدولة المصرية لأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع لجنة تجنيدية إلى جامعة عين شمس لتقديم كافة التيسيرات للطلبة من ذوي الهمم وإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان في أماكن تواجدهم. وألقى اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم والتيسير على أبناء الوطن واتباع أنسب الأساليب للمعاملة المجتمعية الراقية التي تليق بهم، مما يسهم في تعميق علاقة ترابطهم بقواتهم المسلحة. ووجه الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس خلال كلمته الشكر والتقدير للقوات المسلحة على الجهود التي تبذلها في تقديم الرعاية الاجتماعية والدعم المعنوي لذوي الاحتياجات الخاصة. كما تضمنت المراسم تقديم عدد من الفقرات الفنية للطلبة ذوي الهمم، أتبعها تسليم شهادات المعاملة التجنيدية، وأعرب الطلبة ومرافقوهم عن جزيل الشكر والتقدير للقوات المسلحة. الحمد لله هم سهلونا كل حاجة وجم لغاية عندنا وودونا الشهادة، كتر ألف خيرهم، متشكرين قوي قوي لإدارة التجنيد وشكرا للرئيس، ربنا يكرمه يا رب. بذكر سيادة الرئيس الفضل الأول والأخير يرجع ليه، هو المهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، مهتم بينا ومراعينا الصراحة في كل حاجة. الحمد لله الإدارة كانت سهلة وبشكر ست الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بينا. توجه وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى العاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا التيكاد، والذي يعقد غدا الجمعة لمدة يومين. يحمل الاجتماع الوزاري للتيكاد هذا العام عنوان المشاركة في إيجاد حلول مبتكرة مع أفريقيا، ويهدف إلى تحديد أولويات تنموية متوسطة وطويلة الأجل في السنوات القادمة للشراكة بين أفريقيا اليابان، بما يساهم في تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة في أفريقيا. أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي الأولوية التي توليها مصر لتعزيز علاقاتها مع الدول النامية، وخلال لقائه مع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بحث وزير الخارجية الجهد التنموي الذي تقوم به مصر من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل في كافة المجالات. كما أكد عبد العاطي على حرص مصر على الاستجابة للاحتياجات العاجلة للدول الإفريقية من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في تبادل المعارف والخبرات، من خلال إرسال خبراء وفنيين مصريين لدعم الدول الإفريقية في تنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور
أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بوسط وجنوب قطاع غزة، حيث يتواصل العدوان على أنحاء القطاع لليوم 21 بعد 300 على التوالي. هذا وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بقصف منزل شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، أسفر عن سقوط شهداء ومصابين من عائلة واحدة. واستهدفت قوات الاحتلال أيضا شرقي حي الزيتون ونصف مباني سكنية جنوبي حي تل الهوى غربي غزة. وجراء تكثيف الهجمات على دير البلح بوسط القطاع، نزح قرابة 100,000 فلسطيني من المدينة، بينما خرج 20 مركزا للإيواء عن الخدمة جراء أوامر الإخلاءات الأخيرة التي استهدفت شرق وجنوب المدينة. هذا وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 42 شهيدا و163 مصابا، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان إلى 40,265 شهيدا و93,144 مصابا. جدد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني الدعوة لوقف إطلاق النار على مدارس الوكالة في غزة، مشيرا إلى أن القطاع لم يعد آمنا للأطفال. أشار لازاريني إلى أن وقف إطلاق النار تأخر كثيرا، وحذرت الأمم المتحدة من أن الأوامر العسكرية الإسرائيلية المتكررة تؤدي إلى نزوح جماعي وتهدد بتفاقم أزمة الخدمات الأساسية بما في ذلك المياه والصرف الصحي. And unfortunately, each time the situation in the region, in Gaza, in the West Bank. وإلى الضفة الغربية، حيث أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين في قصف لقوات الجيش الإسرائيلي لمنزل في مخيم طول كرم بالضفة الغربية المحتلة، فضلا عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف المدنيين. يأتي ذلك عقب عدوان إسرائيلي المدينة على المدينة استمر نحو 15 ساعة متواصلة، أسفر أيضا عن دمار واسع في البنية التحتية والممتلكات. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة ومخيم طول كرم من عدة محاور وحاصرت مستشفيات بهما، تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الحربية والمسيرة، كما نفذت عمليات قصف وتدمير للبنية التحتية وتجريف للشوارع، إلى جانب محاصرة منازل واستهدافها بالقذائف. ويعقد مجلس الأمن الدولي حاليا جلسة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، لا سيما الأوضاع في الأراضي المحتلة، تتبعها جلسة مشاورات مغلقة. ومن المتوقع أن تقدم الأمانة العامة إيجازا لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع في غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، تشمل الوضع السياسي والإنساني في ضوء العدوان الإسرائيلي المستمر. tout effort à même de réaliser la solution à deux États démocratiques, Israël et la Palestine, dont Gaza fait partie intégrante, vivant côte à côte en paix, à l'intérieur de frontières sûres et reconnues. تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر بأكثر من 67 مليارا و300 مليون دولار منذ اندلاع العدوان على غزة في 7 أكتوبر الماضي. وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من A+ إلى A. We'll be right back.
أعلن في العاصمة الأردنية وفاة القيادي الفلسطيني فاروق القدومي والمعروف باسم أبو اللطف عن عمر ناهز 93 عاما. وقالت عائلته إن أبو اللطف وهو أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح توفي بعد رحلة طويلة مع المرض، وارتبط اسم فاروق القدومي برئاسة الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تقلدها في عام 1973. السادسة متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. حزب الله يستهدف مواقع تمركز لجنود قوات الاحتلال بمستوطنة كريت شمونة، والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 10 مواقع تابعة للحزب جنوب لبنان. أكد حزب الله اللبناني عن استهداف مواقع تمركز لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كريت شمونة بسرب من المسيرات، مؤكدا أنها أصابت أهدافها بدقة. من جانبه رد الجيش الإسرائيلي باستهداف 10 مواقع مختلفة لحزب الله في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الغارات استهدفت مخازن أسلحة ومباني عسكرية ومنصات صواريخ تابعة لحزب الله. ذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سينكوم أن حاملة الطائرات المزودة بمقاتلات F-35C دخلت نطاق مسؤوليتها. ومع وصول حاملة الطائرات الأمريكية لينكلن يرتفع عدد حاملات الطائرات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى 2 وسط تصاعد التوترات الإقليمية. أعلنت شركة دلتا تانكرز أن هناك خطط لتحريك الناقلة سونيون التي هوجمت بالبحر الأحمر إلى وجهة أكثر أمانا. وكانت ناقلة النفط التي ترفع علم اليونان قد تعرضت لهجوم في البحر الأحمر، مما أدى إلى اندلاع حريق وتعطل محركاتها. وقد أعلن المسؤول في المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي عن إنقاذ طاقم الناقلة المكون من 25 شخصا بواسطة الوحدة البحرية الأوروبية. هذا الهجوم هو الثالث لشركة دلتا تانكرز خلال هذا الشهر. ومن جانبها لم تعلن قوات الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم، لكن هذا التصعيد يهدد سلامة الملاحة ويثير قلقا دوليا. وقد أدان وزير الشحن اليوناني الهجوم واعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي. قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فادن باتل إن هناك جهودا دبلوماسية بين القاهرة وواشنطن للتوصل إلى حل للأزمة في السودان. وأوضح باتل أن واشنطن والقاهرة تعملان على دفع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للامتثال لالتزامات إعلان جدة بشأن سبل إنهاء الحرب. للمرة الأولى عبرت شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية الحيوية من تشاد إلى السودان، وذلك بعد إعادة فتح الحدود بين البلدين عبر معبر أدري الحدودي. وقد تم حشد المساعدات الغذائية لمنطقة دارفور خلال الأيام القليلة الماضية، كما ستحصل الفئات المعرضة لخطر المجاعة على المساعدات المنقذة للحياة.
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن زيارة منطقة سومي في شمال أوكرانيا عند الحدود مع كورسك الروسية التي تشهد هجوما واسع النطاق تشنه قوات كييف. وأكد زيلينسكي أنه توجه إلى المنطقة الحدودية في سومي والتقى قائد الأركان ألكسندر سيرسكي ورئيس الإدارة العسكرية لمنطقة سومي. وقالت أوكرانيا إنها دمرت جسورا عائمة روسية بأسلحة أمريكية الصنع أثناء دفاعها عن المكاسب التي حققتها في منطقة كورسك الروسية، في حين قالت موسكو إن قواتها أوقفت تقدم كييف هناك وكسبت أراضي في شرق أوكرانيا. من جانب آخر، ترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا بالكرملين لبحث الأوضاع في مناطق روسيا الحدودية. جرى الاجتماع بتقنية فيديو كونفرنس، وجرى خلاله إطلاع الرئيس الروسي على الأوضاع من حيث تقديم المساعدات لسكان المناطق الحدودية وإجلاء المدنيين من مناطق المواجهات. هذا واتهم بوتين أوكرانيا بمحاولة قصف محطة كورسك النووية الروسية في هجوم الليلة الماضية، وقال إن موسكو أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بالموقف. أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عزمه زيارة محطة كورسك النووية الأسبوع المقبل. وذكر غروسي أنه سيقوم بزيارة المحطة للتحدث مع إدارتها وتحديد ما إذا كانت هناك هجمات ضدها، كما سيسعى لتقييم حالة مصدر الطاقة من الخارج وطرق الوصول إلى المحطة بعد تدمير الجسور عبر نهر سيم في أوكرانيا. وأكد غروسي أنه يأخذ على محمل الجد خطر تعرض المحطة لأضرار بسبب الهجمات الأوكرانية. حققت القوات الروسية تقدما ملحوظا في المناطق الشرقية من أوكرانيا، حيث سيطرت على عدة قرى بالقرب من مدينة بوكروفسك. دعت السلطات الأوكرانية سكان المدينة البالغ عددهم 53 ألف نسمة إلى مغادرتها بشكل عاجل مع استمرار الهجوم الروسي. تطورات دراماتيكية تشهدها ساحة الصراع الروسي الأوكرانية ما بين جبهتي كورسك في الداخل الروسي والجبهة الشرقية في أوكرانيا، حيث أكدت موسكو أنها أوقفت التوغل الأوكراني وأحرزت تقدما في المناطق الشرقية في بوكروفسكا، تلك العقدة اللوجستية المهمة في الشرق. وسيطر الجيش الروسي على قرية تلو الأخرى في الأسابيع الأخيرة في هذا القطاع من الجبهة، وهو الآن على بعد كيلومترات من مدينة بوكروفسكا التي يناهز عدد سكانها 53 ألف نسمة. دعتهم السلطات الأوكرانية إلى مغادرتها بشكل عاجل، هذا بجانب إحباط روسيا لمحاولة تسلل للجيش الأوكراني في منطقة بريانسك الحدودية المجاورة لكورسك التي تشهد هجوما للجيش الأوكراني. وإذ يحظى الهجوم العسكري الأوكراني الذي بدأ في 6 أغسطس في منطقة كورسك الروسية باهتمام كبير لأنه ينقل العمليات القتالية إلى الداخل الروسي، فإن مركز القتال يظل في منطقة دونباس الصناعية الأوكرانية، حيث الجنود الروس أفضل تجهيزا وأكثر عددا. وفي منطقة كورسك أعلن الجيش الأوكراني مواصلة تحقيق التقدم على هذه الجبهة وأهمها بلدة سوتكا الحدودية. ووفقا للسلطات الأوكرانية فإن العملية في كورسك تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة لدرء عمليات القصف، مع إجبار موسكو على إعادة نشر قوات هناك من قطاعات أخرى من الجبهة أو حتى الحصول على ورقة مساومة خلال محادثات سلام محتملة. ولكن يبدو أن الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك لم يخفف حتى الآن من الضغط الروسي على بوكروفسكا. وبالإضافة إلى ذلك، واجهت روسيا اضطرابا في خدمات التواصل الرقمية بسبب هجوم إلكتروني أدى إلى تعطل تطبيقي تيليجرام وواتساب، مما أعاد إلى الأذهان التهديدات الإلكترونية التي شهدتها روسيا في الآونة الأخيرة.
أعلن حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية تيم والز قبوله رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي له لمنصب نائب الرئيس، معتبرا خوضه للانتخابات إلى جانب كامالا هاريس المرشحة لمنصب الرئيس شرف حياته. وأشار والز في خطابه إلى أن ترامب ونائبه سيدمران الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وسيثقلان كاهل الطبقة المتوسطة، موضحا أنه لم يتبقى سوى 76 يوما على الانتخابات وسيبذل كل ما في وسعه لطوي صفحة ترامب. احتشد مشاهير الحزب الديمقراطي في مؤتمره العام في شيكاغو، ما وضع ضغطا على المرشحة الرئاسية كاميلا هاريس ونائبها تيم وولز لإثبات قدرتهما على الفوز. ورغم أن هاريس وولز لم يكونا معروفين إلى حد كبير في مساحات واسعة من الولايات المتحدة قبل سنوات قليلة، إلا أن الدعم الذي حصل عليه خلال مؤتمر الحزب كان ضخما ويضع ضغوطا عليهما لإثبات قدرتهما على الفوز بالانتخابات الرئاسية الخريف المقبل أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب. ترامب بدوره استكمل جولاته الانتخابية وشن هجوما في آخرها على منافستيه هاريس خلال تجمع انتخابي في ولاية كارولينا الشمالية، وقال إن هاريس هي أكثر شخص يساري متطرف يدخل السباق الرئاسي، محذرا من أن ملايين الوظائف سوف تختفي فجأة إذا ما فازت بالانتخابات. كما قال إن العالم سيشهد حربا عالمية ثالثة في حال فوزها. وقبيل إعلان هاريس رسمياً قبولها ترشيح الحزب لها لمنصب رئيسة الولايات المتحدة، أعلن تيم وولز في خطاب ألقاه أمام مؤتمر الحزب في شيكاغو قبوله رسمياً ترشيح الحزب له لمنصب نائب الرئيس. واتهم وولز ترامب بأنه إذا عاد للبيت الأبيض سيلغي قانون الرعاية الصحية الميسرة، مضيفاً إن أجندة ترامب ونائبه لا تخدم أحداً سوى الأثرياء والأصوات الأكثر تطرفاً. القضايا الاقتصادية كان لها وزنها المعتبر في الحملة الانتخابية، فقد استعرضت هاريس جانباً من رؤيتها الاقتصادية بما في ذلك تأييد استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، فضلاً عن هدفها الطموح المرحب به لكسر الحواجز أمام بناء المساكن، بينما ترامب بحسب برنامجه الانتخابي سيتخلى عن الإنفاق الحكومي المفرط ووقف التوغل الأمريكي في صراعات خارجية مكلفة، إضافة إلى خفض أسعار الفائدة وخفض ضرائب الأفراد واستخدام الإرادة من الرسوم الجمركية لتمويل المشروعات. أعلنت السلطات الانتخابية في تشاد عن إجراء أول انتخابات تشريعية منذ عام 2011 في 29 من ديسمبر من عام 2024. يأتي هذا الاستحقاق بعد 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية التي أنهت فترة انتقالية استمرت 3 سنوات. وقال رئيس المفوضية الوطنية لإدارة الانتخابات إن هذه الانتخابات مهمة لأنها ستنهي المرحلة الانتقالية بشكل نهائي، وفاز محمد إدريس ديبي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 6 مايو الماضي بنسبة 61% من الأصوات. أعلنت تايوان اعتزامها رفع الإنفاق الدفاعي العام القادم بنسبة 7.7% على أساس سنوي إلى أكثر من 20 مليار دولار، وهو ما يوازي 2.45% من الناتج المحلي. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة خالد عبد الغفار أنه تم تقديم 33,735,851 خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ إطلاق مجلس الوزراء للنسخة الثانية مساء يوم 31 يوليو من عام 2024 وحتى مساء أمس الأربعاء في جميع محافظات الجمهورية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقدمت الحملة أمس 1,839,126 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة 100 يوم صحة قدمت 739,354 خدمة من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.
التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور سفير السودان بالقاهرة عماد الدين مصطفى عدوي لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والبحثية. أكد الوزير حرص مصر على دعم السودان في ظل الأوضاع الحالية مع التركيز على تسهيل إجراءات التحاق الطلاب السودانيين بالجامعات المصرية. ومن جانبه شكر السفير السوداني مصر على دعمها مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين. في إطار توجيه وزير التموين شريف فاروق بتنفيذ خطة متكاملة لتجديد الرقابة على الأسواق، تشكلت حملة رقابية مكبرة بمحافظة الغربية، حيث توجهت إلى مدينتي المحلة وطنطا، وأسفرت عن ضبط 14 طن دقيق بلدي، وتحرير 86 مخالفة لـ 52 مخبزا بلديا مدعما، بالإضافة إلى ضبط 9 أطنان دقيق بلدي بمطحنين. كما تم ضبط مخالفات تجميع بطاقات لعدد من أصحاب المخابز بإجمالي 655 بطاقة تموينية، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم لجهات التحقيق. استكمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جلساته، والتي تأتي في إطار مبادرة التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي والبرامج الحوارية والأنشطة الإعلامية. وشدد الحاضرون على أهمية تقديم محتوى إعلامي هادف يحترم عقلية المشاهد، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير الإعلامية التي تتماشى مع قيم المجتمع وتحافظ على الأسرة. النهاردة عقدت الجلسة الحوارية الثانية اللي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن التنظيم الذاتي للإعلام. كانت في مناقشات مطولة حوالين الملفات الثلاثة المطروحة. الملف الأولاني خاص بالبرامج الحوارية، وكان في آراء لكثير من الإعلاميين أنفسهم إن مدة البرنامج ما تزيدش عن ساعة ونصف، وإن نختصر مساحات الكلام بالنسبة لمقدم البرنامج لصالح الوسائط الإعلامية الأخرى، الفيديوهات والآراء واستطلاع رأي الناس والتقارير المصورة. التنظيم الذاتي للإعلام سواء كان خدمات برامجية أو إعلانية، وطبعا نظرا لأهمية الإعلان سواء الإعلانات التجارية أو إعلانات الخدمة العامة، يعني في توجيه سلوكيات المواطنين، وكمان أهمية الإعلانات التسويق الاجتماعي في تحقيق برامج وسياسات التنمية الشاملة. الحقيقة ركزت المناقشات اليوم على يعني أهم الضوابط وأهم القواعد اللي المفترض إنه الإعلانات تلتزم بها سواء من حيث المساحة الزمنية. الهدف من هذه اللقاءات هو قدر من المصارحة والمكاشفة لرصد السلبيات الموجودة في الإعلام، وأي إعلام في الدنيا لابد أن ينطوي على سلبيات وإيجابيات. عندنا بعض السلبيات بالتأكيد، إحنا بنسعى إلى الأفضل، بنسعى إلى الأجود من خلال تبادل الأفكار والرؤى الخاصة بالخبراء. أعتقد أن إحنا يمكن أن نضع أيدينا على جوانب القصور وبالتالي نعمل على سدها، بحيث أن الإعلام المصري ينطلق بما يواكب اسم مصر وقدرها على المستوى العربي وعلى المستوى العالمي. We'll be right back.
تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين، والتي تشهد حفلات غنائية وعروضا فنية، بالإضافة لعدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان. هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة. استضافت مدينة العالمين الجديدة مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل مسابقة القاضية للفنون القتالية المختلطة MMA، والتي ستعقد بمنطقة نورث سكوير ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. يشارك في المسابقة 24 لاعبا من 8 جنسيات مختلفة، حيث يشارك اللاعبون في 12 نزالا، كما ستشهد البطولة نزالا للسيدات. بكرة هنشهد الحدث النسخة الخامسة من بطولة قاضية للفنون القتالية المختلطة. النزالات هتبدأ الساعة 8 مساء. عندنا بكرة إن شاء الله 12 نزال بين 24 مقاتل من 8 جنسيات مختلفة. 11 فايتر أو 11 مقاتل من جمهورية مصر العربية، و13 مقاتل أجنبي من دول البرازيل، روسيا، المغرب، الجزائر، السودان، توجو، ونيجيريا. ويحيي الحفل المطرب دبل زوج. ومفاجأة عندنا المرة دي إن النزال الرئيسي هيكون على لقب بطولة العالم في فئة الوزن الخفيف من اللاعب المصري محمد سمير واللاعب البرازيلي جوناثان كارلوس تيستي. والأول مرة معانا إن شاء الله هيكون في نزال في فئة السيدات على لقب بطولة العالم للسيدات في فئة وزن الديك ما بين الملكة المصرية دينا عثمان وما بين بطلة نيجيريا دوز تريبي. أخيرا يجب أن أوجه كامل الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو بيه الفقي إن هم أدونا فرصة كبيرة زي دي، وأدوا المقاتلين المصريين الفرصة في الظهور في مهرجان العالمين. بتمرن MMA بقالي 3 سنين. كنت بجهز عادي الماتشات بتاعتي العادية اللي هو التمرين بتاعي العادي، لحد ما قاضية عرضت عليا الماتش ده مع حد من دولة في أفريقيا، وأنا أكسبت الماتش على طول عشان أصلا بتمرن على طول، وكنت حابب أختبر مستواي مع حد يعني من برا مصر. أنا دلوقتي الإيفنت كله مصريين ضد أجانب، أنا الفايت بتاعي الوحيد الأجانب المصري ضد مصري، وده ماتش متعاد لعبنا قبل كده وأنا كسبته وهلعب تاني إن شاء الله هكسبه تاني، فدي حاجة كبيرة إن إيفنت يتعمل في العالمين، فإن شاء الله تبقى حاجة كويسة. صراحة أول مرة يعني ألعب يعني على المكان مثل هذا، ما شاء الله عليه، عجبني المكان وعجبتني يعني عجبتني مدينة العالمين كثير. والآن موعدنا والجولة الاقتصادية لنشرة السادسة. التفاصيل مع شروق عماد الدين، تفضلي شروق. أهلا إلهام، أهلا سارة، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة.
عقدت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اجتماعها الرابع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل كامل الوزير لمناقشة التحديات التي قد تواجه الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات. ناقش الاجتماع تجديد الاستراتيجية الخاصة بصناعة الملابس الجاهزة وإنشاء ممر من المجمعات الصناعية في الصعيد وتوفير قروض وتمويلات ميسرة لتطوير وتحديث الآلات والمعدات. أكد وزير قطاع العمل العام محمد شيمي أن استراتيجية الدولة تستهدف تعظيم العائد على الأصول وتحقيق التكامل بينها وحسن إدارة استثمارات الدولة في الشركات التابعة. وأكد شيمي ضرورة المساهمة الفعالة في دعم وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات. هذا وقد تابع وزير قطاع الأعمال مستجدات تنفيذ استراتيجية الوزارة في ضوء رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة. عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لقاء مع وفد من شركة عالمية لاستعراض استثمارات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصرية. وشدد الوزير خلال الاجتماع على دعم الوزارة لكامل الشركة والتزامها بإزالة كافة التحديات التي قد تواجه الشركة، مشيرا إلى أهمية قيام الشركة بدراسة الفرص الاستثمارية المتنوعة في السوق المصرية والاستفادة من الحوافز التي تتيحها الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر. اجتمع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مع وفد رفيع المستوى من مجموعة ميرسك إي بي مولر برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرسك كيث سفنسن لبحث سبل التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك. خلال اللقاء أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على تعزيز آليات التعاون المشترك واستثمار العلاقات الاستراتيجية الممتدة لخلق إطار عمل متكامل يمتد ليشمل مجالات عمل جديدة مثل التعاون في مجالات التحول الأخضر وتطوير محطة تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه. هذا وقد ربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.68 من ألف تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات فقد صعد مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 76% ليغلق عند مستوى 30,141 نقطة. هذا وقد ارتفع أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 72% بالمئة ليغلق عند مستوى 6900 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 54% ليغلق عند مستوى 9881 نقطة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد انخفاضها لأربعة أيام متتالية مع قلق المستثمرين من التوقعات بشأن الطلب العالمي، لكن انخفاض مخزونات الوقود في الولايات المتحدة حد من الخسائر. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 21% ليصل إلى 76.26 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 15% ليصل إلى 72.4 دولار للبرميل، فيما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 17% لتصل إلى 22.6 دولار للتر. وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.2% لتسجل 2.13 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشفت مقارنات لبيانات عن الواردات أن الهند تخطت الصين واحتلت صدارة مستورد النفط الروسي في يوليو، وذلك في الوقت الذي تقلص فيه شركات التكرير الصينية مشترياتها
بسبب انخفاض هوامش الربح من إنتاج الوقود. فقد أظهرت بيانات الشحنات الهندية من مصادر بقطاعي التجارة والنفط أن الخام الروسي استحوذ على حصة غير مسبوقة بلغت 44% من إجمالي واردات الهند الشهر الماضي، حيث ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 2.7 مليون برميل يومياً، بزيادة تقدر ب 4.2% عن يونيو و 12% عن المستوى قبل أكثر من عام. انتهت جولتنا الاقتصادية في نشرة السادسة، ومن جديد عودة إليكما إلهام وسارة. شكرا لك شروق أمان. وبأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، وإليكم تذكرة بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يؤكد تقديم الحوافز لتشجيع الصناعة الوطنية في مصر، ويكشف عن إدخال قدرات إضافية لشبكة الكهرباء بحلول العام المقبل. مع تكثيف العدوان على غزة، نزوح قرابة 100,000 فلسطيني من دير البلح، وخروج أكثر من 20 مركزا للإيواء من الخدمة جراء أوامر الإخلاءات الأخيرة. عقب عدوان استمر 15 ساعة بمخيم طول كرم، استشهاد 3 فلسطينيين في قصف لمنزل بالضفة الغربية، والمخيم يشهد دمارا واسعا في البنية التحتية والممتلكات. نهاية نشرة السادسة قدمناها لكم من التلفزيون المصري. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله.